هل بتتوقع وانت داخل المستشفى الوطني للأطفال بواشنطن اني وقفك شاهد من التاريخ؟ نعم، انت اليوم في حضرة تاريخ بيشهد على إنسانية دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إنسانية متحررة من قيود الزمان والمكان وبتعبر الأسوار والحدود لتحلق في سماء البشرية. مستشفى الأطفال الوطني الموجود في مجمع الشيخ زايد في واشنطن سيرته بتحكي عن نفسه، واللي بتقول إنه المكان عبارة عن هدية قيمة لخدمة الأطفال في جميع أنحاء أمريكا والعالم من أكثر من 150 سنة. خلال زيارتنا المستشفى التقينا عدد من الأطفال المرضى من دولة الإمارات برفقة عائلاتهم، واللي حكونا عن رحلة العلاج في هذا الصرح الطبي. ما صار لنا 6 شهور موجودين هنا علاج. بنتي عندها مرض أعصاب اسمه إبيليبسي، وجايين نتعالج عشان هذا الموضوع. كيف شفت الرعاية هون أنت في المستشفى والتقنيات المستخدمة اليوم هون في المستشفى؟ والله بصراحة تقنيات أول مرة نشوفها، يعني عندهم الطب متطور. لما سووا لها الفحص كان اسمه ستيريو إي جي، هذا الفحص كان دقيق بصراحة وعطاهم المعلومات المطلوبة اللي ساعدتهم في التشخيص وتحديد موقع الدرنات عشان الاستئصال. حال شاهين كان مر بفترة فشل كلوي من سنة 2000، من أول ما طاح من سنة 2019 تقريبا لحد سنة 2023 شهر 6 سوينا له زراعة، الحمد لله توفقنا بالمستشفى وتوفقنا بالدكاترة، والله يجزاه خير. أمه كانت سبب يعني في نجاح العملية اللي كانت متبرعة، ومثل ما تشوفون حالة شاهين لله الحمد مستقرة ويعيش حياة مثل أخوانه الباقي. المستشفى اليوم بيشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز العيادات الخارجية ومعهد أبحاث الأطفال الوطني ومعهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال، بالإضافة لمركز القلب ومعهد الأورام العصبية وأورام المخ وغيرها من أوجه الرعاية الأخرى. خلال زيارته التاريخية لواشنطن، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زار المستشفى الوطني للأطفال. كيف كان وقع هذه الزيارة على المرضى وعلى عائلات المرضى وعلى القائمين على المستشفى؟ تعالوا نشوف مع بعض. أبرحتنا يعني كنا أصبحنا على عيدنا. كنا وايد فرحانين، شعور لا يوصف. تواضع الشيخ محمد بن زايد الصراحة عمرنا ما راح ننساه، من كثر الفرحة ما قادرين نوصفها احنا. It was such an incredible honor. Just an incredible honor. But I think the most heartwarming part of it was when he visited with the Emirati families, and some of the children were giving him hugs, and the families were incredibly honored for him to visit here.